سليمان. خلينا نطلع نشوف المفاجأة دي ونرجع نكمل مع النجم وليد سليمان. السلام عليكم وليد. My friend Omar asked. السلام عليكم وليد. صديقي عمر طلب مني أن أوجه لك رسالة مصورة. أحببت أن أفعل ذلك وبفخر كبير، لأنني أعتقد أننا عملنا سويا بشكل جيد. رأيي أنك لاعب كبير موهوب وذو قدرات رائعة. بإخلاصك وشخصيتك كنت تعطي كل ما عندك في كل وقت. أعتقد أنك أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم طوال حياتي، رغم أنني دربت الكثير من اللاعبين وأنت تعلم ذلك. أمنياتي أن تفوز بالدوري وأن ترسل تحياتي لكل أبنائي من لاعب الأهلي. ده طبعا بشكره كابتن، والكلام ده وسام على صدر يعني اللي بيقوله عني. واتمنى ان الناس تكون عرفت ان انا مفيش بيني وبين الراجل حاجه. الراجل جميل جدا وراجل محترم وبيحب كل الناس، كل اللعيبه كانت بتحبه، وانا على المستوى الشخصي طبعا بحبه وبحترم كل المدربين اللي اشتغلت معاهم، يعني مش مستر مارتن بس، كل المدربين اللي انا اشتغلت معاهم بحترمهم. لكن الراجل بالاخص لا، يعني حتى بعد الموقف اللي عمله معايا ان مدرب يعتذر للعيب، دي كبيره يا كابتن. اديك واحده عربي كمان. السلام عليكم وليد. يعني انت عارف هو مارتن يول برده من الناس الودوده يعني. بالظبط، راجل جميل وراجل اشتغل شغل كويس جدا، بس ما كانش فيه توفيق ان احنا يعني واحد من افضل المدربين الحقيقه في الدوري الانجليزي. اشتغل في الدوري الانجليزي طبعا لاوقات كثيره جدا، لكن هي دي كره القدم يعني. البطيخه لما بتيجي تفتحها بتلاقيها كده كده.